تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. بعد تصريحات خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي قامت الدنيا وما قعدتش. خالد فطوطه على هزاز الرؤوس، على بعض المرتزقه، على اليوتيوبرز، على اللجان الالكترونيه لمرتضى منصور، هاجت وماجت وقالت احنا مش هنسكت، احنا هنرد، احنا هنعمل وهنسوي. اولهم خالد الغندور او خالد فطوطة. خالد فطوطة اليوم لما يطلعش على القناة، قناة نادي الزمالك، يتحفن على اكاونته باي هبل واي هجس ممكن يخليه يبقى متواجد بشكل ايه يعني مش شبه كامل، ولكن اهو يبقى موجود وعامل حالة جدلية على اكاونته على الفيسبوك. نشر بوستين، البوست الاول مفاده كالاتي: نشر صورة لخالد مرتجي ومعمول عليها كده يعني مشطوب عليها، مشطوب على الاسم، وقال جماهير الزمالك بتغير من الاهلي. ودي حقيقة، ومش جماهير الزمالك بس، لا ده جماهير الزمالك والاسماعيلي والمصري وكل الاندية بتغير من النادي الاهلي ومن نجاح النادي الاهلي. فخالد الغندور نشر بوست قال احنا بنعمل فتن وتعصب، والمهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي بيعمل كنافة بالمانجا، احنا بنجيب سيرة الاهلي وهم بيتكلموا عن الاهلي فقط. يعني خالد الغندور في البوست الاولاني بيتكلم على المهندس خالد مرتجي وبيتكلم وبيقول ان هو بيبيع او بيعمل كنافة بالمانجا واحنا بنعمل فتن ومش عارف ايه، عشان الراجل قال ان جماهير الزمالك بتغير من النادي الاهلي. طيب، واللي قال ان جماهير الاهلي عباره عن لجان الكترونيه، واللي قال ان جماهير النادي الاهلي ابيضه ومرتشين، ايه رايك فيه خالد الغندور ومعاك على القناه؟ ما اتكلمتش وقتها. هل هو خص وقال اسامي الجماهير دي، قال فلان وفلان وفلان، ولا قال كلمه بمضمون شامل وعام في سياق الكلام؟ شيء طبيعي ان الجمهور يغير من بعض. انا لو لقيت حاجه كويسه في نادي الزمالك كمشجع للنادي الاهلي هقول انا غيران، علشان انا نفسي النادي الاهلي يبقى كده، لكن نادي الزمالك ما فيهوش اي حاجه تخليني اغير منه، على العكس تماما ونقيض تماما. في استقرار اداري في النادي الاهلي، في استقرار فني في النادي الاهلي، في استقرار مادي في النادي الاهلي، على العكس تماما في نادي الزمالك ما فيش لا استقرار فني ولا اداري ولا مادي، فشيء طبيعي ان الجمهور يغير. ده كان البوست الاول والرد الاول على البوست الاول في اللي نشره خالد الغندور. نيجي بقى للبوست التاني. خالد الغندور كتب الاتي: كلام غير حقيقي، والرد هيكون في برنامج زملكاوي، وكفاية فتن وتعصب واستفزاز. رئيس الزمالك من شهر محبوس ومفيش اي تصريح للمستشار مرتضى منصور، في الاخر يتقال انه سبب في التعصب، ربنا يهدي. على بوست نشره الاستاذ او المهندس خالد مرتجي قال لك الزمالك مدين بالشكر للنادي الاهلي، لان الزمالك ايام كابتن صالح سليم اتخذ قرار في التسعينات ان هو ما يشاركش في بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري لمدة 3 سنوات، والفترة دي حقق الزمالك 3 بطولات. فلما تم التأثير على الكابتن صالح سليم ان هو يعود للمشاركة مرة اخرى عشان النادي الاهلي ما يتأثرش في اختيار نادي القرن، فقرر العدول عن هذا القرار وانه يرجع يشارك تاني بعد الفضيحة اللي عملها ماتابيلا ورشوة نادي الزمالك له، ويعني اكتشاف بعد كده ان هو مرتشي وان تم حبسه وان اديم في قضايا فساد وفي قضايا رشوة، وقتها طرد محمد يوسف بدون وجه حق، ورفض طرد لاعب الزمالك للتدخل العنيف ضد ياسر ريان، وكلنا شفنا، وانا جبت لكم الفيديو السابق الرد على كريم ابو حسين او كريم ام حسين، في الفيديو السابق هتلاقوني حاطط لكم ماتابيلا وفضحته واللي تم اثبات في 2004 ان هو مرتشي وان هو يعني ابيض من الاخر. فخالد الغندور بدل ما هو يطلع ويتكلم ويقول ده حصل من مرتجي كذا وكذا وكذا، والراجل بيتكلم باسلوب راقي وباسلوب محترم وباسلوب يعني مهذب، لولا مشاركه النادي الاهلي في الدوري نادي الزمالك يحصل على الدوري، لان هيتنافس هو بيراميدز هو فيوتشر، لكن تواجد النادي الاهلي في بطوله ما بتقلل حظوظ
نادي الزمالك، وعبر التاريخ ده واضح وباين. لكن خالد الغندور مش عايز يفهم ان الراجل بيتكلم كوره، لا بيشتم ولا بيقل ادبه ولا بيقول امك ولا ابوك ولا بيقول الواد ده ولا اتمسك فوق السطوح ولا بيخوض في اعراض ولا بيخوض في فتن ولا بيعمل اي حاجه تخص اشخاص بعينها، او يقول يا الحكم اللي كان متجوز صاحبه ولا الحكم اللي مراته طفشانه منه، ولا بيتكلم في كلام خارج ولا كلام بعيد عن نص الكوره او سياق الكوره. الراجل بيتكلم كوره، بيقول ان لولا اعتذار النادي الاهلي 3 سنوات متتاليه ومشاركته في البطوله العربيه بعد فضيحه ماتابيلا، طبعا هو ما اتكلمش عن ماتابيلا ولا الرشوه، نادي الزمالك رشاه وخلى النادي الاهلي يلعب ناقص عددا وخلى النادي الاهلي يعني نادي الزمالك يتفوق على النادي الاهلي ورفض طرد لاعب من نادي الزمالك والرشوه واضحه وباينه وتم الحكم عليه وحبسه وعزله من التحكيم في 2004، الا ان خالد الغندور يليك واللي فيه يجيبه فيه. يا راجل ده انتوا في قناه نادي الزمالك بتقولوا كل الموبقات اللي خلقها ربنا. مرتضى منصور قبل ما يتحبس ساب حد في حاله، ده شطب مصر كلها. انت بتتكلم في ايه؟ الراجل بيتكلم كوره، كلمنا كوره، قول النادي الاهلي في المباراه الفلانيه اتحسب له ضربه جزاء غلط، النادي الاهلي في المباراه العلانيه الحكم جامله في كذا، اتكلم كوره. لكن تقول فتن وبتبيعوا مانجا وكنافه وقطايف والهبل بتاعك ده، يا عم احنا لا عندنا كنافه ولا عندنا مانجا ولا عندنا بتاع، انت بس اعقل كده اهو وخليك وركز في النادي. ولا عشان مرتضى منصور طلع لازم يلاقي الصبيان بتوعه عاملين واجبهم على اعلى مستوى ويطلع يلاقيهم يعني مكسرين الدنيا؟ يا عم النادي الاهلي انسحب من البطوله انتوا فزتوا فيها بالرشوه، وانسحب من الدوره الرمضانيه اللي شغاله دلوقتي علشان تشدوا حيلكم وتاخدوها، لكن انت مش لاقي حاجه تعملها تقول لك هنرد على النادي الاهلي، هنرد على خالد مرتجي، هنرد مش عارف ايه. ما النادي الاهلي عمره ما رد عليكم في الطرهات اللي بتقولوها على قناتكم، مفيش غير برنامج ملك وكتابه والاهلي خط احمر اللي بيرد عليكم برده بادب وباخلاق وبشياكه. كلمنا كوره، لما تقول ده بيعمل فتنه، ده بيعمل مش عارف ايه، ده بيعمل ايه، بس انت حالتك صعبه والله يا خالد يا غندور وصعبان عليا. يعني انت مش لاهم او مش ملاهم الرد على مره رامز جلال قذفكم امبارح، والنهارده برده قذفكم مره اخرى وحفل عليكم، والنهارده هتتكلم على خالد مرتجي، وبكره مش عارف تتكلم على مين. لكن تحل مشاكلك وتحل مثلا ازمات نادي الزمالك، تحل ازمات القيد، تحل ازمات الديون، تحل ازمات الحجز، تحل ازمات ان مرتضى اتحبس وطالع بمخالفه للقانون ان هو مستمر في نادي الزمالك، لا تتكلم بس عن نادي الاهلي، وده قال وده عاد وده مش عارف ايه. الراجل بيجاوب على اسئله في الاذاعه، قد كده وجعكم الكلام اللي قاله ولا الحقيقه دايما بتوجع يا كابتن خالد؟ انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.